السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، نحن في سوق سيدي حجاج ولاد مراح واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. هذا الخيرات تاع أحبابنا هنا، اللحم اللحمة حمراء كما تيقولوا سيادنا وأحبابنا في المكان، والخيرات نوريوها للجالية المغربية والناس مولين المدن الكبرى في المملكة المغربية وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم، عيالات رجال بنات أولاد كبير صغير، هذا زيتون مرجان يحييكم في المكان تو. أحبابنا عندو الفقير اليوم غنبداو إن شاء الله مع السي أحمد. شحال هادي؟ 12 من هنا حتى لفرنسا. من هنا حتى لفرنسا، وتحياتي كل احبابنا في فرنسا الجاليه المغربيه في المكان، تحياتي ليها. وعلاش تخدم الغلمي والبقري واليوم غير البقري هاد اللي جاب هاد؟ الغلمي غالي بزاف. واخا الحوريه موجوده؟ كاينه. ما كاينش شي حاجه ماركه اللي مليح؟ ما كاينش. هذا هو اللي قال فعلا المليح ما كاينش بزاف، شي مليح خارج. تبارك الله، اللحمة حمراء كي تشوفوا معنا هنا بسيدي حجاج ولاد مراح، الله يسهل لك. السلام عليكم. الله عند أحمد تا هو راجل مخير هنا بسيدي حجاج ولاد مراح. تبارك الله على السي أحمد. الله يبارك. شحال باتي الخيرات السي أحمد؟ 12100. أحمد تا هو ضرافات هنا حدا ولد الفقير، الناس مخيرين هنا بسيدي حجاج ولاد مراح. نحييو أحبابنا في المكان. شكرا لك، تحيي هذا الرجل السي احمد الجاليه. تحيه الجاليه المغربيه من الخارج. واصحاب الحمامه. واصحاب الحمامه. ياك هذا تحيي تام الحزب اللي كان ربح في انتخابات المملكه المغربيه. تبارك الله الخيرات هنا موجوده، اللحمه حمراء وكلهم احبابنا هذوك. سيدي حجاج ولاد مراح كي تشوفوا معنا هنايا. هادو كل شيء حبابنا سيدي حجاج، كلهم حبابنا هادو. كي داير بخير؟ راشد لاباس عليك، اهلا وسهلا بكم جميعا. كي داير سيدي؟ بخير، بالصحة والراحة، بصحتكم. شحال هاد الخيرات بعتوا اليوم؟ اللحمة حمراء كي تنقولوا الحباب تونا في مكانو، اللحمة حمراء واللحمة زينة وجديدة هنا بسيدي حجاج ولا تمرح. 60 درهم. 60 درهم حاجة. وهذاك الغلمي شحال؟ والغلمي؟ تاهي السيدة حاجة مزيانة. تبارك الله، بعدي ما نقول حوريات زينة. تبارك الله هنا بسيدي حجاج ولاد مراح كي تشوفوا معنا الحمام تاعنا. كي داير سيدي؟ بخير ناشط. هذا جيت سيدي ياك بخير؟ وما تقولش لي 60 درهم تاتا. 60 درهم. 60 درهم. 60 درهم. هاد الناس حبابنا هنا بسيدي حجاج ولاد مراح. نحييو كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان الأحباب تاعنا. هذا الرجل تا هو صديق تاعنا هنا في سيد حجاج ولاد مراح. تبارك الله الخيرات كي تشوفوا معنا الأحباب تاعنا كوتور هنايا في سيد حجاج ولاد مراح. الله يحفظك، كل شيء أحبابنا هادو. نحييوهم ونحييو المصور والمشاهد ولا احبابنا في المكان، نحييهم. هذا سيد حجاج ولاد مراح كي تشوفوا معنا. شحال بعتي لهم اللحم صافي؟ 60 درهم ابو زيد. 60 درهم تيعبر لهاد الناس، ما يمكنش نسولوه شحال تقام، ما تمكنش. تبارك الله الخيرات موجوده. تقول لهم شحال يتقام؟ راك كنتي مراح. تقول لهم شحال يتقام؟ ما بغيناش حيت انتوما واقفين. احنا في كسابه علاش نبيعوا؟ ولا راه كاين اللحم. هذا ماشي وزع. شوف كاين اللحم، كاين اللحم من الالف قلاش حتى ل 1200. لا راه كاين من الالف قلاش. وشحال يتقام؟ كاين كسور، كاين مصاريف. واش غادي؟ الله يسهل عليك. انت تصورتي معنا اليوم، نحيي كل شيء احبابنا. غادي يخلع عليا المشاهدين. يلا نحييكم جميعا احبابنا. هذا سيدي حجاج ولاد مراح. تبارك الله كلهم احبابنا. تبارك الله الخيرات موجوده.
لا في القلب تلمعت اليوم كاين هذا عنده هاد الجديان تبارك الله نفس السيد حجاج ولاد مراح كي تشوفهم على هادو الجديان صغار وزوينين عند ولد هذا ولد عبد القادر ياك باك اسمه عبد القادر ياك الحاج عبد القادر نعرفو قديم ماشي غير دابا وما قوت هاد الشيء لحبابتونا اهلا وسهلا بكم اليوم واش الماعز تاعك؟ ماعز الحجاج تاع حجاج ولد المتخم تا هو هاد الماعز تاعو هلا كي داير سيدي ناشط كلشي بخير الحمد لله وشحال بعتي هاد الغلبه اليوم؟ مليح كاري تبارك الله والبقري؟ البقري تاع هو 60 درهم قيمات كي زوينين هاكا باقا بلايصها عرفت تبارك الله تبارك الله الله يسلمك الله يحفظك اسي مرجان كي داير السوق اليوم؟ كلهم عندنا كاستمر ديال ما نكذبش عليك كلهم عندنا كلهم عندنا تقام عليك بالف كلهم باش تقام عليك قلت شي حاجه نكذب على كاستمر ديالنا كلها كل كان يتقام لي بالف كاين اللي زاد وكاين اللي ناقص عليك كاين اللي كله من الالف ولتحت حتى ل 12 وصافي هذاك الشيء اللي كاين نحييو حبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن حسن خوه مرحبا خويا كي دايرين بخير ناشطين لاباس عليكم الله يحفظكم لينا يمر عندنا الكركاع تبارك الله وين علاش ما بقيتوا تخدموا الغلبي؟ الغلبي هذا السيد راه كان تعاقر مع الله يدير الغلبي موجوده اليوم الحمد لله كانت الغلبي موجوده لكن اليوم موجوده دايره اليوم الغلبيه ولكن ما شراش السي حسن كنت تخدموا خلينا نشوف غلبي والله ما بغاش لنا ما بغاش يبيعونا في الاول ياك حسن الظرافات هنا في سيدي حجاج ولا تبرا شنو حبت الغنم تاعي؟ عطيت واحد الصيد دابا في كيلو ربعه باش عرف الناس كي قال يموتوا على الشحمه لا حيت انت شحال واحد تعشق تعشق العشاقه دابا هو اللي وقع هذا المشكل انا عبد الرحيم بعتي هاد عبد الرحيم قال لي يعطي طرح قلت له مرحبا بها نفع الداعي صافي عبد الرحيم انت اللي قلتي اي ما تبيعوش 11 لا 11 لقطات الله يرضي عبد الرحيم وحسن الناس مخيرين ودراوش هنا بسيدي حجاج ولاد مراح الناس مخيرين حجاج بشحال بعتي هاد الماعز اليوم هنا؟ 65 درهم حجاج هاد الماعز تاع حجاج عندو تا هو الحانوت في لاكار سيدي حجاج ولاد مراح تا هو تبارك الله هنايا سيدي حجاج هذا المقطر والحاج معزة تا هو راجل مخير هنا بسيدي حجاج ولاد مراح وعندو الحانوت في لاكار سيدي حجاج ولاد مراح عندو الحانوت وراجل معروف هنايا والظرافات كي تشوفوا معنا واللحمة حمراء تبارك الله واللحمة زينة وهداك الشيء باقي جديد تيتركل وتيعرفوه الناس أكثرية هنايا سيدي حجاج ولاد مراح كي تشوفوا معنا تبارك الله هاد الخيرات شحال السير مختار باش بعتي اليوم؟ 60 درهم 60 درهم تبارك الله فرقة تبارك الله بالمليح ما عندي مرقولة السير مختار تبارك الله شي لحمة زينة الله يحفظك الله يحفظك والله يسهل لك المختار راجل مخير هنا بسيدي حجاج ولاد مراح الاجر كيفاش دافعوا تبارك الله نمشيو عند هذا الصديق تاعنا تاع هو في سيدي حجاج ولا تبرح. شدنا معك شويه. تاتا واخا سيدي مرحبا. ياك تبارك الله سي حسن رفيعك واش سي تقدا عندك هذا ديما ولا غير اليوم؟ شد الحم ضاربي اذا كان ديال الحم ضاربي. تبارك الله. كندير الحمد الداربي تديو الحمد الداربي دا كندير هذيك ليا تما الصوبير ديالي ياك واخا سيدي انا صورتك معنا بشحال بعتي البكري اليوم والغربي تاعك الغربي 55 11 100 تبارك الله عندو تا هو اللحمه زينه وشي حاجه تيخدمو ضروبات صغار هنايا طيبو مع الخضره هذا الشيء تبارك الله حاجه بلديه بعتي برقول الله يسهل لك كي داير سي بخير ناشط الله يحفظك الله يطول عمرك هذا الله يبارك فيك هذا الراجل تا هو مخير هنا بسيدي حجاج ود هذه المدينه فعلا ود هذه المدينه وراجل مخير ومعروف
شحال الخيرات اليوم؟ الحيمات 60 درهم. 60 درهم؟ والحيمات عرفتي كاع الكزار لاصقين في 60 درهم. السلعه شويه غاليه. واحد الضروبه مليحه تبارك الله كي تشوف معايا ممتازه في المليح. بعد يبركون مليحه وزينه تبارك الله. قلت لي سيدي الله يبارك فيك الله يحفظك. هذا الراجل مخير بسيدي حجاج ولاد مراه الله يسهل عليك. اللحمه كي دايره تبارك الله حمراء وزينه الله يسهل عليك.